معي على الهاتف السيد محافظ البنك المركزي السيد هشام رامز. مساء الخير يا سيادة المحافظ. مساء الخير يا استاذ نميل، اهلا بيك. يعني هل 500 مليون دولار في رايك يشبعوا السوق المتعطش للاستيراد؟ لا، هو طبعا احنا الفتره اللي فاتت كنا بنغطي الطلبات الاستيراد اللي هي بالنسبه للاكل والمواد الخام وكده، بس طبعا عشان دخلت رمضان بيبقى في طلب اكتر من المعتاد يعني. فاحنا نزلنا غطينا الحاجات الاساسيه، سلع اساسيه يعني، لو هذكر لك بالظبط يعني مثلا زي الشاي واللحوم والدواجن والاسماك والزيوت. طبعا الزيوت دي بتالي اكبر استيراد يعني. طبعا احنا بنستورد زيوت يعني بكميات ضخمه جدا. الالبان اللي هي بالذات لبن البودره ولبن الاطفال طبعا ده مطلوب على طول. غطينا كمان الفول، العدس، الزبده، السمنه، الذره. واحد والله بيزعل لما بيعرف ان احنا بنستورد كل هذه الاشياء بالعمله الصعبه. الحقيقه موضوع يعني محزن. هي دي حاجه بقى كاستراتيجيه بالنسبه لقدراتنا الزراعيه، لازم طبعا يبقى في تفكير في الحاجات دي كلها، لان ده بيشكل عبء ضخم جدا على فاتوره الاستيراد بتاعنا. فاحنا قررنا يعني احنا هننزل عشان طبعا بنقدر نحضر السوق نغطي الكميات المطلوبه دي، فكانت في حدود ال 500 مليون في نفس التوقيت البنوك بيخش لها. يعني مثلا النهارده البنوك حجم ايراداتها اللي دخلت مثلا في حدود ال 150 مليون دولار اللي اتباع جوه البنوك، ده غير العطاء. احنا ادينا توجيه للبنوك ان الكميات اللي هي داخله دي كلها تبقى للمواد الخام، احنا نزلنا غطينا. فاحنا ادينا البنوك ان هي في اليومين الجايين تطلع كميات كبيره للمواد الخام. طيب البعض بيقول انه خطه البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء نجحت من جانب، وهب بالفعل قضت على السوق السوداء والسعر اصبح عندنا سعر واحد للدولار، لكن على الجانب الاخر خنقت السوق بتعبير التجار وتعبير المستوردين، خنقت السوق وعملت حاله شلل كمان المصنعين. الحقيقه رجال الصناعه بيتكلموا على قله الدولار، هل هذه الخطه كان لها اثر سلبي يا سياده المحافظ وبالفعل اللي خنقت السوق؟ لا، هو بص يا استاذ لميس، اي قرار هيبقى في ناس متضرره منه وفي ناس دايما بتشتكي من اي حاجه. يعني تعالي نرجع لورا شويه، قبل ايام ما كان في سوق سودا كنا بيبقى الناس كلها بتشتكي، الصناع بيشتكوا والتجار بيشتكوا وكل الفئات والمواطنين بيشتكوا وغلاء الاسعار والسوق السوداء والكلام ده كله. الموضوع ببساطة شديدة احنا حصرنا تعاملات الدولار بقت جوه الجهاز المصرفي. طبعا في ناس انا عارف ومقدر متضررة لان هي مستنية في دور، كانت الاول ما بتستناش في الدور. كان بيدفع اكتر وياخد البضاعة وياخد الدولار بتاعه، ما فيش اولويات. احنا كدولة في الظروف اللي احنا فيها بنبتدي نعدي من عنق الزجاجة وعايزين نبتدي نشتغل في اولويات للاستيراد. فطبعا اولوياتي للسلع الغذائيه اللي انا من اكبر المستوردين قمح في العالم، بستورد السلع الغذائيه اغلبها بتاعتي، فطبعا ليها اولويه. والمواد الخام طبعا والمصانع ليها اولويه كبيره، بس كلمه مواد خام دي كلمه كبيره قوي، ان مواد خام للمصانع طبعا مهمه. المواد الخام لحاجات ليها بديل يعني بديل، ممكن ان انا المكونات يعتبرها مواد خام لحاجات بتيجي تتركب وتبقى اسمها ان احنا بنصنع. لا طبعا في صناعات كتيره مهمه، الادويه طبعا مجال مهم بنستورد منه خام والكلام ده كله. فهي طبعا اللي بيجي يتاخر بقى اللي هو كانت التجاره اللي هي بتيجي من مثلا زي من الصين. انا عجز تجاري مع الصين رقم ضخم جدا 10.5 مليار، طبعا فيها 80% من الحاجات لها بدائل مصريه. لكن يعني المصنعين ايضا بيشتكوا بالذات من مستلزمات الانتاج، وان هم بيضطروا ان هم يقفوا طابور طويل في هذه القضيه. فيعني لا، الحقيقه المصنعين بي 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 يعني هو لو تساليهم هل الاسلوب ده، ما هو انا البلد، هو انا عندي فائض دولار وانا مخبيه؟ يعني هل البنك المركزي خد الدولار ده وحطه في جيبه؟ ده بالعكس، انا البنوك كل حصيلتها بتيجي بتتباع في نفس اليوم. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه انا بلاحظها، مثلا هتلاقي ان ناس كتير بتشتغل مع بنك يعني مركزين مع بنك صغير او كام بنك صغير، حصيله البنوك الصغيره دي ضعيفه جدا، ده سوق حر.
انا النهارده طيب. عندي بنك مصر والبنك الاهلي وبنوك كبيره اخرى ما عندوش حد واقف في الطابور. وانا النهارده كنت بكلم بنك مصر والبنك الاهلي قال لي انا ما عنديش حد واقف في الطابور، ما عنديش حاجه من متأخرة. المصنعين طيب. متاخرين. هل ما بتفكرش حضرتك انك تعدل بعض الاجراءات، يعني مثلا ترفع شويه معدل الايداع او رقم الايداع اليومي بالدولار؟ الغرض منه ايه يا استاذ؟ يبقى بنرجع، بتقول برضو هنرجع السوق السوداء تاني. لا، احنا غرضنا ان هيبقى سوق منتظم وهنغطي الاحتياجات كلها ان شاء الله، بس مش كل حاجه هتتحل في يوم وليله. ما احنا لو احنا كل حاجه هنفكر انها لازم تتحل في خلال يومين او خلال شهر والكلام ده كله، احنا معدل بيع البنوك عالي جدا، رجعنا للمعدلات الطبيعيه اللي هي كانت موجوده قبل 2011. ابتدينا نرجع للمعدلات الطبيعيه. احنا البنوك الخاصه الكبيره النهارده المعدل بتاعه لمده الشهر اللي فات ده كله بالظبط اعلى من اما كان قبل 2011. طيب لما كان في سوق انتر بانك عادي، انا هدفي ان انا اوصل لسوق انتر بانك هيبقى فيه سوق شغال عادي، في فائض عند بنك هيبيع لبنك اخر، هتتحل كل القصه دي. طيب لكن انا الحقيقه موضوع الشك، زي مثلا المصدرين بيشتكوا ان سعر الجنيه قوي. مصدرين بيشتكوا ان سعر الجنيه قوي بالظبط. لما حركنا سعر ابتدى المستوردين اشتكوا ان ده فاتوره مش عارف ايه، وكل الخبراء طلعوا خبراء ضد القرار ده وخبراء مع القرار ده. طيب لكن تبريرك ايه لارتفاع الاسعار يعني الكبير برغم ان دلوقتي سوق يعني سعر واحد للسوق، لكن يعني للدولار، لكن في ارتفاع كبير جدا في الاسعار في السوق؟ هو طبعا ارتفاع غير مبرر. انا هقول لك حاجه، احنا عندنا لازم نواجه، عندنا مشكله في قنوات التوزيع بتاعتنا، حتى الاستيراد بتاعنا، كل اسعار السلع العالميه نازله. فده غريب جدا ان اسعارنا احنا تبقى غاليه. طب ما انا بقول لك العربيات مثلا اليورو ضعف قصاد الجنيه المصري. شفتي عربيه سياره ما عندناش حاجه بتنزل ما بتنزلش، مع ان اليورو بقى اللي هم بيشتكوا انه المصدرين بيشتكوا انه ضعف، وده كلامهم صحيح، ضعف قصاد الجنيه المصري، بنستورد من اوروبا وبرضه الاسعار بتطلع. يعني دي هقول لك مثال اخر، اسعار الخضر، اسعار الفاكهه والخضر والكلام ده طلعت الشهر اللي فات، بس طلعت تعالي بصي للفلاح بيبيع بكام. انا هديكي مثال بسيط جدا، البرتقال في ارضه بيتباع كيلو، انا كراجل يعني ليه علاقه شويه بالزراعه، ب 70 قرش و80 قرش، السعر ده كان بيتباع سنه 85 يعني، وبيروح للمواطن بكام بقى؟ بيوصل للمواطن بكام؟ ب 3 جنيه و4 جنيه، طب يبقى المواطن بتغلى عليه، يبقى قناه طيب. التوزيع بتاعنا فيها طيب. مشكله، ده مش سياسه نقديه. حضرتك في اجتماع لجنه السياسات النقديه الاخير قررتم الابقاء على او تثبيت سعر الفايده. في ناس كتير من المواطنين العاديين بيقولوا يعني هل يمكن رفع سعر الفايده لجذب مزيد من الايداعات للبنوك واستثمار جذب استثمارات الناس، بدل ما الناس بتروح تدور على اشباه الريان المستريح وغيره؟ لا، هو طبعا الموضوع سعر الفايده طبعا مهم للمودعين، واحنا طبعا بنراعي ده كتير، وعندنا ادوات اللي هي بتثبت بالثلاث سنين ب 11.5، وبقى وكان في ب 12 و12.5 في الفترات اللي هي اللي هو الناس المودعين اللي هم لمده ثلاث سنين وبيعتمد على ده بتاعه. لكن موضوع بقى الشركات والكلام ده كله ده ملوش علاقه انا ما يعني اما يجي يقول لك انا بدي اي واحد يجي يقول لك على اي نوع من الاسواق او مضاربه، ده انا بضمن لك انك تطلعي عائد 10% في الشهر، يعني 120% في السنه، تعرفي على طول النصاب. لان لا يمكن في اي نوع من الاستثمار في حاجه اسمها مضمونه، ممكن يطلع وممكن يخسر جامد. فطالما ان هو بيبيع بالطريقه دي يبقى واحد بينصب على الناس. الناس بتصدق وبتبقى عندهم الاحلام، وطبعا النصاب بيبقى ذكي يعني في الاول يديله فعلا عائد وهكذا. حذرنا من الكلام ده كتير. انتوا الحقيقه القنوات والصحافه كان لكم دور جيد جدا وحذرتوا من الكلام ده كتير، والناس برضو بتضحك عليه. فهي موضوع دور البنوك هنا بقى يا فندم، دور البنوك لجذب الاستثمارات وجذب الودائع الناس، بدل ما ان يبقى في اوعيه ادخاريه مختلفه، اكيد في دور للبنوك. طبعا البنوك بتقوم، بس احنا بنقوم بهذا الدور، والاوعيه موجوده وفيه ومطلوب مننا شغل اكتر، وانا بوجه البنوك ان احنا نعمل اوعيه اكتر، وكل الكلام ده حقيقي.
لكن موضوع ان الناس زي مثلا واحد يقول لا ما هو لو البنوك رفعت سعر الفايده ما حدش هيروح الكلام ده، لا ما هو لو رفع الثاني بيرفع الاحلام، يقول له لا انا هديك 10% في الشهر، هديك 15% في الشهر، لا مفيش بنك في العالم هيدي 15% في الشهر. فاحنا طبعا لنا دور ان احنا نوعي الناس، والصحافه والاعلام له دور مهم جدا في توعيه الناس. اي حد يجي يقول لك، وانا بقول للناس اهو، ان انا هضرب لك في الاسواق واضمن لك 15%، اعرف انه كذاب. لو حقيقي كنا حطينا الاحتياطي بتاعنا نحطه بقى في الحاجات دي ونجيب 120% في السنه يبقى حاجه جميله قوي، ونقعد ما نشتغلش. طبعا كلام هو بيضحكوا على الناس، دايما النصاب بيلاقي اللي قدامه الطماع، والاستثمار ما فيهوش الكلام. الاحتياط طبعا في دور للبنوك وفي دور للبورصه وفي شركات في البورصه وفي اداره محافظ والكلام ده، وتكون واعيه الناس وعارفه ايه ازاي تشتغل في الكلام. الاحتياط يا فندم بعد الستة مليارات اللي وصلتنا من وديعة من الخليج وصل لكام؟ احنا تقريبا هنبقى في حدود 20 مليون و 400 تقريبا، هنعلن مليار 20 مليار و 400 مليون في الحدود دي. طبعا احنا عندنا الفترة اللي فاتت كان استخدامات كتيرة، زي النهارده مثلا بنيجي، خلي بالك احنا نزلنا ب 500 مليون، احنا في اول في 5 ابريل نزلنا ب 281 مليون، كان طلبات السوق في هذا الوقت برضه للغذاء. قبليها بشهر نزلنا ب 420 مليون عشان الغذاء والمواد الخام. ففي غير طبعا ان احنا كل اسبوع بنبيع في حدود 160 مليون دولار كل اسبوع برضه عشان نغطي الاحتياجات المختلفه. رجوعا لموضوع الشكاوي بعد اذنك يا استاذ لميس، الشكاوي في شكاوي بس اكيد في الناس كلها حاسه. اسالي البنوك كميه الحاجات اللي احنا بندفعها، الاعتمادات وكميه الحاجات اللي بتخلص كتيره جدا بمعدل عالي وكل يوم بتزيد. انا عارف ان في بعض الناس اللي هم اتزنقوا ان هو كان المفروض يدبر الدولار وكده، بحل المشاكل دي كل يوم، بنعمل حاجه بنحل الامور في تحسن مستمر وهتفضل متحسنه. وانا ما بقولش كده دعايه للبنك المركزي ولا دعايه لاي حاجه، هو ده الاسلوب الصحيح في العمل. فاحنا شغالين صح. الشكاوي احنا تعودنا ان كله بيشتكي، يعني النهارده مثلا بعنا ال 500 مليون دولار، هي هتسمعي بعد اسبوع قال رمضان واحتياجات الغذاء والكلام، برضه هيبقى في شكاوي. ليه؟ لان في طبعا حاجات انا ما غطيتهاش، يعني انا الحقيقه مش هغطي، يعني مش هنزل من الاحتياطي بتاعي واغطي قميص وحاجات مني، رغم انه فوانيس رمضان الناس البنوك هتغطي في الزياده عندها، هتغطي الحاجات، بس انا مش هغطيها من الاحتياط بتاعي. ازمه المصانع المتعثره برضو يعني كان يعني مطلوب من البنوك انها تقوم بدور ربما اكبر فيها، ودايما المصانع دي بتشكو انها البنوك ما بتعومهاش ما بتساعدهاش. لا هو البنوك دايما مظلومه طول عمرها في هذا الموضوع. اول لحضرتك العميل المتعثر ده انا مهتم انه يقوم كبنك، يعني لان فلوسي اتحطت معاه، فانا عايز انقذ فلوسي. فلو في اي حاجه هتقدر تقوم هذا العميل وهو عميل تعثر باسباب خارج عن ارادته، ولكن ممكن يقوم المصنع، البنوك بتحط فيه. لكن ما تجيش تقولي لي مصنع مقفول واحنا عارفين الاسباب، التعثر فيه من كل الارقام اللي في ناس كتير تعثرها غير حقيقي والفلوس تلعب بره. وفي ناس تعثرها حقيقي ودليل امبارح في الاتحاد السنوات قال لك من ضمن 900 حاله في 150 او 180 حاله جاده. بننظر في الكلام ده، بس تعالي بصي على القانون. لما يكون مقفول المصنع وانا جاي كمان احط فلوس تاني، وانا حاطط فلوسي اصلا كبنك، وبعدين يبقى الاولويه لو حصل حاجه للضرايب والشؤون الاجتماعيه والبنك يروح عليه فلوس، طب ازاي انا احط فلوس تانيه فيه؟ يعني كلام برضو. وبعدين خلي لازم نعرف ان فلوس البنوك دي هي فلوس المودعين، لازم نحافظ عليها، ما هياش كده البنوك لازم توزع فلوس. فاحنا بنبص على حالات كل بنك بيراجع حالات التعثر بتاعته وبيحاول يقوم، وفي حاجات كتيره جدا تعثرت وقامت وبقت شغاله وبقت كويسه. فالموضوع التعثر مش مسؤوليه البنوك، لا في اسباب اخرى كثيره للتعثر ومشاكل اخرى مش مسؤوليه البنوك تضخ اموال فيها. احنا بنشوف اي حاجه ممكن نقومها بنضخ اموال كبنك. البنك المركزي لا يتدخل في منح في البنوك تمنح ائتمان ولا لا، لكن البنوك ليها ضوابط تمشي عليها، كل بنك حاطط ضوابط بتاعته. بشكرك شكرا جزيلا. لكن قبل ما انهي هذه المكالمه، هل 2.5 فايده على الودائع الخليجيه حضرتك شايفها يعني بصراحه مرضيه، ولا كنا نتمنى في اقل من كده؟ سياده المحافظ الحقيقه الحقيقه وطبعا هم الحقيقه دي هم هي كانت
ان هي تبقى وديعه، لا ده سعر جيد جدا، لان انا لو طلعت بره في السوق العالمي هاخد بسعر اغلى من كده بكتير، فهي لا مرضيه نقدر نقول عليها يعني سيمبوليك، يعني هم حطينا كده بسعر فايده، لا طبعا مقبول جدا وجيد جدا وبنشكرهم على هذا. والمدد الحقيقه جيده، والناس دي يعني وما ودونا ودايع قبل كده من غير فايده، يعني صحيح. كل حاجه هتبقى من غير فايده، لا مرضيه جدا جدا. بشكرك شكرا جزيلا سيد هشام رامز محافظ البنك المركزي.